السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو رفاعي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة العجة المصرية، جميلة جدا وهتعجبكم. تابعوا معايا الخطوات، متنسونيش في اللايك والاشتراك. أول حاجة معايا بصلتين كبار أو 3 متوسطين، ومعايا فلفل رومي زي ما انت حابة طبعا، ومعايا طماطم، ويفضل ان هي تبقى كتيرة زي ما انت شايفة، مثلا 5 حبات كده، ومعايا 5 بيضات، ومعايا شوية خضرة، ومعايا من 3 معالق ل4 معالق دقيق، ومعايا كيس بيكنج باودر مادة رافعة عشان ترفع معايا العجة، ومعايا بقى التوابل الجميلة دي، معايا ملح وبهارات وبابريكا وفلفل اسود. مش هحتاج اكتر من كده. اول حاجة هعملها ان انا هجيب طاسة وهحط فيها شوية زيت، ايه دي شوية الزيت اهو، عايزة تحطي مثلا سمنة عادي. بعد كده هنزل بالبصل وافضل بقى اللي فيه عمار لغاية اما يدبل معايا. دي اول خطوة لازم نعملها عشان نسيبها تبرد براحتها، اهو البصل اهو معايا كتير ما شاء الله عشان يكون حلو كده. ادي البصل معايا اهو على النار، افضل بقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده لغاية اما يدبل معايا خالص. يدبل بس مش عايزاه ياخد لون، اول لما يدبل هرجع لكم تاني. بعد بقى ما البصلة يدبلت معايا هنزل كده زي ما انتوا شايفين بالفلفل، هديها بس تقلبتين كده بالفلفل. بعد كده هنزل على طول بالطماطم، بعد كده انزل اهو بالطماطم معايا هقلب فيها. افضل اقلب فيها كده تقلبتين واروح طافي عليها واسيبها تبرد خالص. بس كده هي كلها بقت يعني عامله زي التسبيكه اهي كده، اطفي عليها بقى يعني كل الخضار اللي معايا دبل اهو، طماطم والبصل والفلفل، اخليهم بقى اطفي عليها واسيبها تبرد خالص عشان ما ينفعش احط البيض عليها خالص دلوقتي. بعد كده بقى ايه، دي الحاجات دي، البيض مع الدقيق مع التوابل مع الخضرة مع البيكنج باودر، الحاجات دي هنعمل لهم ميكس مع بعض كده. تمام، اول حاجة معايا اضيف كده البيض، 5 بيض معايا، هقلبها كويس. بعد كده هضيف دي شوية بشوية، بعد كده بعد ما قلبت دي كويس مفيش اي تكتلات خالص، اروح ضايفة بقى البيكنج باودر، هضيف الكيس كامل، بعد كده هقلب البيكنج باودر كويس.
هقلب بقى كل الحروف كويس جدا. بعد كده هحط معايا الخضره، بعد كده التوابل، يبقى كده ضفنا بيض، دقيق، خضرة، بيكنج باودر والتوابل. واهم حاجة تتأكدي ان الملح بتاعك هيبقى مظبوط ان شاء الله. وادي الخلطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، البصل والطماطم والفلفل، سيبناهم يبردوا خالص. بعد كده اقلبها كويس، وطبعا الفرن انا سايباه شغال، مشغله من تحت بس، اهم حاجه سيبيه يسخن لغايه اما تخلصي. بعد كده انا معايا صينيه تيفال او اللي عندك يعني، وبعد كده هفضي فيها الخليط ده كله. بسم الله. بعد كده اهي جهزت معايا حلو، هدخلها بقى الفرن وبعد كده هبقى اوريها لكم. وهي بعد ما طلعت معانا الفرن، خدت معايا بالظبط 20 دقيقة. ولو يعني عايزة تختبريها وتتأكدي، تدخلي كده طرف السكينة، لو لقيتيها نظيفة زي ما انتوا شايفين كده يبقى خلاص بقت تمام. دلوقتي بقى ايه، هنقطعها مع بعض اهو. قطعناها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مثلثات، عايزين تقطعوها مربعات زي ما انتوا عايزين، اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا مفيش اي حاجة خالص لزقت في الصينية اهو. شايفين جميلة جدا بصراحة. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك، ولو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد.